تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال قيادي في درع الفرات لأخبار الآن إن كتائب الجيش الحر المنضوية سابقا تحت درع الفرات ستدخل إلى إدلب لاجتثاث هيئة تحرير الشام النصرة سابقا من المحافظة. وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن الجيش الحر لم يقرر بعد المحاور التي سيدخل منها إلى إدلب. أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن هيئة تحرير الشام النصرة سابقا ارتكبت أعمال قتل بحق المدنيين بالإضافة إلى التضييق والملاحقة، مدينا تلك الاعتداءات. ورفض الائتلاف الوطني أي توجيهات أو أفكار تتناقض مع مبادئ الثورة، مطالبا جميع الفصائل بتوحيد الجهود لمواجهة القوى المتطرفة وجرائم النظام والميليشيات الداعمة له. قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا يسعى إلى فرض عقوبات جديدة على جماعة حزب الله اللبنانية بسبب تورطها بأعمال عنف في سوريا. ويسعى التشريع إلى زيادة القيود على قدرات الحزب على جمع الأموال والتجنيد الذي يقوم به. إلى جانب ذلك، سيمنع التشريع أي شخص يتبين أنه يدعم الجماعة من دخول الولايات المتحدة. نفذت القوات الأمنية العراقية عمليات بحث وتفتيش من منزل إلى آخر في المدينة القديمة في الموصل، بحثا عن خلايا نائمة لداعش ومنهم المتخفين وسط الأهالي. كما تعمل القوات العراقية على تدقيق الهويات للتأكد من كون المقيمين في المنازل هم من سكانها الأصليين. جدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون التأكيد على وقوف بلاده مع اليابان في جهودها لمنع كوريا الشمالية من تطوير أسلحتها الصاروخية والنووية. من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده وبريطانيا اتفقتا على لعب دور قيادي من أجل الحفاظ على مجتمع دولي حر ومفتوح. قتل شخصان على الأقل في جزيرة كوس اليونانية إثر زلزال بقوة 6 درجات وسبعة أعشار الدرجة ضرب جزر دوديكانيزي وسواحل بحر إيجا في تركيا. وذكر التلفزيون التركي أن الزلزال تسبب بموجات عالية قرب بودرم حيث طافت الشوارع بالمياه. أكدت الأمم المتحدة أن الحرب على مرض نقص المناعة المكتسب الأيدز تؤتي ثمارها بعد أن أصبح أكثر من نصف المصابين بالمرض الآن يتلقون العلاج، وانخفض معدل الوفيات المرتبطة بالأيدز إلى النصف منذ عام 2005. وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للأيدز، الوفيات المرتبطة بالمرض انخفضت إلى 1 مليون وفية بعد أن كانت نحو 2 مليون في عام 2005. نهاية الموجز، في أمان الله.